مرحبا. المنفذ الحرمائي هو عبارة عن فتحة بتشبه المدخنة بقاع المحيط بتطلق المياه المعدنية الحارة. لاحظ العلماء المنافس الحارة لأول مرة سنة 1977 بصدع كالاباكوس، وهي منطقة بتقع بقاع المحيط الهادئ، ويطلق على المنفذ الحار اسم الفتحة الحرارية المائية أو الفتحة الحرمائية. تتشكل المنافس الحارة عن عملية يطلق عليها الدورة الحرارية المائية، وبيزود مصدر الحرارة بباطن الأرض مثل الصخر الحار أو المنصهر هاي العملية بالطاقة اللازمة. وقت تتسرب مياه البحر لقاع المحيط بتصير سخنة وبتتفاعل كيميائيا مع الصخور يلي بتمر من خلالها، وبتتحول لسائل حمضي غني بالمعادن المذابة وغاز كبريتيد الهيدروجين. نرجع لأخبار طقسنا، فعم تتأثر منطقتنا بمنخفض جوي عم يخلي جونا غائم جزئيا لماطر على فترات فوق مناطق متفرقة. خلال ساعات بعد الظهر وعم يكون مثلج على المرتفعات الجبلية يلي بيوصل ارتفاعها لل 1200 متر، ودرجات الحرارة عم تميل للانخفاض حتى عم تصير أدنى من معدلاتها بأغلب مناطق سوريا. بالنسبة للرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، سرعتها عم توصل 20 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60% و95%. البحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 12 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون طقسنا ماطر ودرجات الحرارة عم تسجل فيها دنيا 5 العليا 10 درجات. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالجنوب بالسويدة طقسنا ماطر ودرجات الحرارة عم توصل لسبع درجات، وبدرعا درجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و10، وأيضا طقسنا مكفي ماطر. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم توصل لسبعة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحمر رح ننتقل سوا لنشوف الطقس كيف عم بيكون. عم بيكون ماطر أيضا ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 5 و11 درجة. كيف عم يكون الجو على ساحل بيتر توس واللاذقية رح ننتقل سوا لنشوف. كافية الأمطار ودرجات الحرارة عم بتسجل بمدينة اللاذقية الدنيا 8 العليا 13، وبلواء اسكندرون أيضا درجات الحرارة عم توصل ل 13 درجة والأمطار مكافية. بالمنطقة الشمالية بحلب وقلب رح ننتقل سوا نشوف طقسنا كيف عم بيكون. عم بيكون ماطر مثل كل المناطق ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين 2 و11 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية بمدينة الرقة. جونا عم بيكون ماطر ليلا ودرجات الحرارة عم توصل لل 11 درجة، وبالحاسكة درجات الحرارة عم تتراوح بين 2 و10 درجات، وأيضا احتمالية تساقط الأمطار ليلا عم بتكون موجودة. أخيرا بدير زور درجات الحرارة عم توصل لل 11 درجة والطقس عم بيكون ماطر ليلا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.